اسمح لي يا عمرو نروح للشارع المصري والعراقي، ومن هنا كمان نسمع نبض الشارع الحالي اللي احنا بنتكلم فيه في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني. تقرير وفاصل مع الشارع العراقي والمصري، ونحن نتضامن جميعا في يوم التضامن مع اليوم الفلسطيني الجميل والمكرم لدينا. شعب مصري وعمرنا ما تخلينا عن الشعب الفلسطيني، لان الشعب الفلسطيني انا بعتبر ان هو في دمنا، واحنا وهو واحد. انا شايف ان في المقام الاول اعاده اعمار فلسطين، مستشفيات، مدارس، مسانده اعلاميا، نقدم لهم مساعدات غذائيه زي رئيس قسم عمل، مساعدات عينيه، نقف جنبهم في المحن في اي حاجه يكونوا محتاجينها، نساعد على المصالحه، نبقى كلنا في ايد واحده. الشعب المصري ما بيتاخرش عنهم في اي مساعدات، بالنسبه للاعمار، بالنسبه للمساعدات الدوائيه، الدواء طبعا اللي بيروح هناك، اي حاجه بالنسبه للشعب المصري، للشعب الفلسطيني، فما بيتاخرش خالص، والقاعده السياسيه بالذات مهتمه بالموضوع ده. لازم ان يكون الدول العربيه كلها متضامنه مع بعض من اجل القضيه الفلسطينيه، لان دي قضيه مش خاصه بالشعب الفلسطيني فقط، بل قضيه خاصه بالعالم الاسلامي كله. العراق هو مساند للقضيه الفلسطينيه ورافض لقضيه التطبيع مع اسرائيل، بالتالي هذا هو المبدا اللي ماشي بيه للعراق. لكن بالعموم العراق كدولة متعاطف ومؤيد للقضية الفلسطينية. العراق في كل المؤتمرات التي كان يحضرها كان الداعم الأول والأقوى، ولا حتى هذه الساعة اليوم الشعب العراقي متعاطف مع أخوته الفلسطينيين. كمواطنة عراقية القضية الفلسطينية شيء أساسي بالنسبة لي وبالنسبة للوطن العربي ككل، لأنه هذه بلدنا وما نفرط بها أبدا، ونعتز بأنه إحنا مهد المسيح موجود هنا. هلا احنا لما نتضامن مع القضيه الفلسطينيه المفروض انه تضامننا ما يكون بس بهذا اليوم، يعني احنا دائما بنتضامن معاهم لحتى ندعمهم دعم معنوي، بس بالنسبه لإلي ممكن يكون التضامن اللي احنا بنقدر عليه والشيء اللي بيطلع بايدنا هو التضامن عن طريق السوشيال ميديا. هذا الشيء انه بشكل دعم كبير لإلهم، فاكيد رح ندعمهم لما يشوفوا انه احنا معاهم، لما نوصل صوتهم لكل العالم عن طريق السوشيال ميديا. في اكثر من طريقه نقدر نتضامن معهم، في عن طريق الفن، في عن طريق انه نعبر بشكل عام بالتواصل الاجتماعي، ويعني في اكثر من طريقه، اهم شيء انه احنا اصلا من القلب نعبر. انا بعبر عن هذا الشيء عن طريق الكتابه، عن السوشيال ميديا، عن طريق الفيسبوك. ضامنين كثير مع الشعب الفلسطيني، وخصوصا القضيه الام القدس، يعني قضيه فلسطين يعني بقلبنا وبروحنا، لان يعني ما فيش، احنا شعب واحد كاردنيين فلسطينيين. في حزن شديد يعني بالنسبه لي بالنسبه للقضيه الفلسطينيه، انه عن طريق الشعر او يعني شيء من القلب انه بكون احسن انه تعبير عن السواليف هذه.